الثامنة ليلا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تمكن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بيوتيك من إلقاء القبض على 4 أشخاص إثر تعمدهم النبش عن كنوز بمقام إحدى الأولياء الصالحين وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم. قامت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لإدارة الأبحاث الاقتصادية أمس الاثنين 24 أكتوبر الجاري بعمليات مراقبة لتجار مواد غذائية عامة بالجملة ناشطين بمناطق مختلفة من ولايات إقليم تونس الكبرى، تم على إثرها حجز 5300 لتر من الزيت النباتي المدعم لدى تاجر جملة، حيث عمد إلى التفريط فيها إلى وجهات غير معلومة، وتم تحرير محضر بحث بشأنه من أجل الإخلال بالتراتيب الدعم، إلى جانب منعه من التزود بمادة الزيت النباتي المدعم واستكمال بقية الإجراءات وفقا للتشاريع الجاري بها العمل، وذلك وفق ما أفادت به وزارة التجارة. أشرف وزير السياحة محمد المعز بالحسين اليوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري بتونس على منتدى حول دور القطاع الفندقي في تطوير السياحة التونسية، وذلك بحضور رئيسة الجامعة التونسية لنزول در ميلاد والخبير الدولي في المجال السياحي شهاب بن محمود وممثلين عن أبرز النزول في تونس والعلامات السياحية الكبرى كذلك في هذا المجال وخبراء وباعثي مشاريع في القطاع الفندقي. وأكد وزير السياحة في كلمات التي ألقاها بالمناسبة أن القطاع السياحي عموما والفندقي بصفة خاصة يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في تنشيط وتدعيم الاقتصاد الوطني بالنظر لمساهمته الهامة في الناتج المحلي الخام والطاقة التشغيلية الكبرى، وكذلك لمساهمته في دفع نسق النمو والتعريف بالوجهة التونسية وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية. استقبل عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم 26 أكتوبر الجاري وزيرة الدولة أو المستشار لدى رئاسة الجمهورية تشادية، الذي سلمه رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل رئيس السلطة الانتقالية بتشاد. واستمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى عرض حول آخر التطورات الوضع السياسي بتشاد، حيث أكد المسؤول التشادي على أهمية التي توليها السلطات الانتقالية ببلاده لاستكمال المسار الانتقالي في إطار احترام الديمقراطية والتعددية السياسية. نهاية العرض الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبدالله الحطاب في 100% باسكت.